تواصل الاجتماع السداسي لسد النهضة بالخرطوم. ورئيس الوزراء يوجه بضغط مواعيد إنهاء العمل بكافة المشروعات. ووزير الكهرباء توقيع عقد الضبع النهائي مع روسيا منتصف يناير المقبل. والأرصاد تحذر أمطار رعدية من الخميس حتى السبت. مساء الخير، برحب بحضراتكم معنا في يوم جديد من الحياة. اليوم متابعتنا لأخبارنا مستمرة، وهنبتديها بالاجتماع السداسي أو الجولة السداسية للاجتماعات اللي بتحصل بخصوص سد النهضة لوزراء الري والخارجية. الاجتماع بيحصل في الخرطوم زي ما قلت لحضراتكم. الاجتماع ده النهاردة الجولة الثانية، الجولة الأولى كانت امبارح بجلسة افتتاحية حضرها وفود الدول الثلاثة، كان بعدها جلسات مغلقة تم من خلالها التباحث بخصوص طبعا موضوع سد النهضة وشواغل دولتي المصب مصر والسودان المتعلقة بمشروع السد، كمان الخلافات اللي ليها علاقة بالمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات الفنية وتفسير بعض البنود بوثيقة إعلان المبادئ اللي تم التوقيع عليها من قبل زعماء الدول الثلاثة في مارس الماضي بالخرطوم. السفير إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني أكد على أنه من المحتمل أنه يتم عقد اجتماع سداسي آخر لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان وإثيوبيا بعد أسبوعين في حال عدم التوصل لاتفاق حوالين النقاط العالقة ما بين مصر وإثيوبيا. أما وزير المياه الإثيوبي قال النهاردة أن وتيرة الاجتماع السداسي الحالي جيدة، وأنه بيأمل أن يحصل توافق على النقاط العالقة ما بين بلاده وما بين مصر فيما يتعلق بمشروع سد النهضة. احنا معانا على التليفون أستاذة آية أمان الصحفية بجريدة الشروق من الخرطوم. مساء الخير يا أستاذة آية. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذة آية، لو في تفاصيل أو معلومات أكتر بخصوص الاجتماع، وهل ما زلنا منتظرين البيان اللي يخرج منه؟ تمام، هو في الحقيقة لا تزال الاجتماعات متواصلة، وحتى الآن هناك يعني كان في جلسة منذ قليل لكل الوفود اجتمعت فيها لمناقشة البيان الختامي أو ما قد يعلن من نتائج عن الاجتماع، ولكن يعني واضح أنه لم يتم التوصل فيها إلى نتيجة محددة. فهناك الآن اجتماعات لكل وفد على حدة، منتظر أن الاجتماعات تتمدد حتى ساعة متأخرة من اليوم. جميع الوفود تقريبا أجلت سفرها اللي كان محدد اليوم. النقاط العالقة حتى الآن في الاتفاق تتعلق ب المسار السياسي والذي ذكر في البند الخامس والرابع في وثيقة إعلان المبادئ المتعلق بآليات ملء سد النهضة، ملء الخزان خلف سد النهضة. الحقيقة يعني الآن ما فيش أستاذة آية أي تسريبات، يعني أي كده مؤشرات بخصوص الاجتماع، يعني هل يعني الوقت الطويل ده وإنه زي ما حضرتك قلتي الوفود بتجتمع بشكل منفرد ده معناه إن ما فيش أي نتائج إيجابية حصلت؟ يعني في احد المصادر السودانيه قال في وصفه لنتائج الاجتماعات انها لن تحقق طموحات اي من اطراف الدول الثلاثه ولكنها قد تكون ايجابيه، وسؤاله عن تفسير مدى يعني كيف تكون هذه الاجتماعات ايجابيه. قال انه سيتم اعلان التوصل الى اتفاق نهائي بشان المكتب الاستشاري الفرنسي، اسمه مكتب ارتيرا. هذا المكتب سينفذ جزء 30% من الدراسات اللي كان متفق عليها من قبل والمتعطله منذ اكثر من 18 شهر حتى الان، بديلا عن المكتب الهولندي الذي. طب قولي لي يا استاذه ايه، يعني احنا لسه بنتكلم وفقا لمعلوماتك لسه التفاوض بخصوص المسار الفني ومكتب تاني يتولى مساله الدراسات، وخاصة كمان ان في معلومات خرجت ان الجانب الاثيوبي بيقول انه عايز يملا السد في مده 5 سنين، وان الكلام ده صحيح، وان وزير الخارجيه المصري اعترض على هذا الكلام وقال لازم الاول نطمن على امان السد. بالظبط، يعني كل المقترحات اللي قدمتها مصر حتى الان المتعلقه بتخزين المياه للسد
تقليل نسبة الخطر لم توافق عليها إثيوبيا بعد حتى الآن. عرفنا برضو أن إثيوبيا طلبت بشكل مباشر تخزين 3 مليار متر مكعب من المية كجزء يعني مبدئي لاختبار الشقاءات التي تمت حتى الآن، ولكن أيضا هذا الجزء رفضته مصر لأنه يتعارض مع اتفاق المبادئ الذي يقضي بعدم تخزين أي كميات من المياه دون اتمام الدراسات بشكل اساسي. طب انا ملاحظه حاجه يا استاذه ايه برضو، ان المعلومات الصحفيه اللي حضرتك بتقولها لنا او غيرها من يعني غيركم من الصحفيين اللي بنتواصل معاهم، معلومات بتطلع من الجانب السوداني او من الجانب الاثيوبي، هل في تحفظ او عدم الادلاء باي تصريحات من قبل الجانب المصري؟ جدا يعني حتى الان رفض وزير الخارجيه المصري ووزير المياه الادلاء باي تصريحات او موقف يتعلق بموقف مصر او توضيح ايه الصوره بالضبط بالنسبه للموقف المصري. لا تزال الاجتماعات سريه للغايه، كل ما يخرج من حتى الان هي مجرد تسريبات للمصادر السودانيه واثيوبيه. هناك تحفظ ايضا بشكل ما لدى الجانب الاثيوبي، ولكنه يوضح الصوره يعني بسؤاله عن اي معلومه تم تسريبها يوضح الصوره اذا كانت صحيحه ام خاطئه، لكن الوفد المصري يرفض تماما التواصل مع الايران حتى الان. هل في توقعات او تسريبات ان يبقى في يعني جلسه ثانيه بكره، ولا احنا منتظرين برضو البيان الختامي النهارده؟ يعني لا يزال هناك، لم يتم الاعلان عن اي موعد حتى الان، لكن احنا علمنا ان كل الوفود لغت سفرها اليوم، يعني لغوا حجز الطائرات، وقد يكون في اجتماع غدا لكن ليس معلوم بعد. مصر بتحاول ان يكون البيان الختامي متضمن نقاط واضحه وصريحه تتحدث عن المسار السياسي، ولكن لا يزال هناك خلاف كبير، يعني لم يتم التوصل الى اي تقريب في وجهات النظر فيما يتعلق بتخزين المياه بشكل اساسي في السد. على العموم هننتظر، والامور بالتاكيد هتكون اوضح خلال الساعات اللي جايه، ونشوف البيان الختامي هيسفر عن ايه. شكرا استاذه ايه امان الصحفيه بجريده الشروق، شكرا جزيلا لحضرتك. النهاردة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التقى بوزراء الإسكان والأثار والنقل، ووجه بتفعيل إجراءات الأمن والسلامة في قطاع النقل، ووضع مواعيد مضغوطة وملزمة لإنهاء العمل بكافة المشروعات إجباري تنفيذها، وأكد كمان على أهمية المتابعة الدقيقة للالتزام بهذه المواعيد مع الحرص على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكمان تطبيق منظومة الجودة في كافة الأعمال المنفذة ترشيدا للنفقات ولضمان عدم إعادة تنفيذ الأعمال مرة تانية، وأنه كمان يتم التركيز على قطاع السكة الحديد في الوقت الحالي. نفهم برضه تفاصيل أكتر عن الاجتماع واللي تم فيه من أستاذ أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء. مساء الخير يا أستاذ أسامة. مساء الخير لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. أستاذ أسامة، تفاصيل الاجتماع وإيه طبيعة المشروعات اللي تم مناقشتها؟ لا، ده هي تفاصيل ثلاث اجتماعات متتالية استمرت الحقيقة، كان الوقت متأخر بالأمس. فالحقيقة طبعا بدأت بوزير النقل أولا، ثم وزير الإسكان، وأخيرا وزير الآثار. وزير الآثار طبعا الموضوع الخاص بالمتحف المصري الكبير اللي بينشأ في الهرم على 117 فدان، وليه طبعا مردود ثقافي وأثري مهم، وتأخر تنفيذه، كان المفروض ينتهي في 2015 زي ما كلنا نعلم، لكن للظروف طبعا اللي مرت بها البلاد في الفترة الماضية تأخر التنفيذ لثلاث سنوات تقريبا. وإحنا بيحصل من الحكومة عملية الدفع بعجلة الاستمرارية في هذا المشروع حتى ينتهي في 2018 إن شاء الله. ده بالنسبة للآثار. الحقيقة رئيس الوزراء اطمأن على الخطوات اللي وضعها وزارة الآثار، وهل في معوقات ولا الأمور بتسير وفق ما هو مخطط للأمر. وبالفعل تبين أنه وفق ما هو مخطط ليه. وطبعا الأهم عندنا وزارة الإسكان الحقيقة كانت مع عدة مشروعات طويلة ومهمة، خاصة فيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي. إحنا عندنا مليون وحدة بتنشأ منذ حوالي سنة ونصف تقريبا. اطمأن أيضا رئيس الوزراء على الخطوات الخاصة بهذا المشروع والجداول الزمنية الخاصة به على مدار الثلاث سنوات المحدد ليها،
أيضا اطمأن على مشروع الصرف الصحي. طبعا تعلمين جيدا أنه هناك تحديات كبيرة جدا تواجه البنية التحتية خاصة في مجال الصرف، تحتاج إلى أموال كبيرة جدا. يعني يمكن القول أنك تستطيع تنفيذ ما هو مخطط سواء في على المدى القصير ثم المدى المتوسط. طب قولي يا أستاذ أسامة، يعني المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها علشان يتم تنفيذها وفقا لمواعيد زي ما معانا في الخبر ان مواعيد مضغوطة ويتم تنفيذها يعني بشكل سريع، الاصطدام هنا بمسألة التمويل، الاعتمادات المالية في ضوء عجز الموازنة، ازاي تم مناقشة النقاط دي في الاجتماعات؟ طيب خلينا نقول إعادة الأولويات أو ترتيب الأولويات. الأبرز هو المشروعات الملحة اللي لابد من تنفيذها في فترة زمنية قصيرة حتى 30/6/2016 يتم دخولها الخدمة، حتى يشعر المواطن بالفعل بأنه هناك تحسن ملموس في الخدمات المقدمة إليه. في جد حصر أولا بهذه المشروعات اللي تم العمل فيها منذ فترة ولم تنتهي، تم حصرها. يعني الحقيقة إن ليها اعتمادات وكل حاجة بس في بطء في التنفيذ. المعوقات، بعض المعوقات الإدارية إزاي يتم تداركها، هذا هو كان هدف اجتماع. طيب احنا اتكلمنا على اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الاسكان ووزير الاثار، فيما يتعلق بقى بوزير النقل والسكه الحديد او التركيز على القطاع ده ازاي؟ السكه الحديد الحقيقه حصلت على حيز كبير في هذا الاجتماع لانه دي من بين الخدمات المهمه اللي المواطن محتاجها بالفعل. انت في حاجه ماسه الى تطوير الخدمات المقدمه في قطاع السكه الحديد بلا شك. احنا بنشهد يعني الى حد ما هناك بعض التحسن الملموس في هذه الخدمه. طبعا وزير النقل كان عمل عده اجراءات في الفتره الماضيه ادت الى زياده الحصيله بعد عمليات الضبط واحكام بوابات الدخول، لكن يبقى تحسن الخدمه نفسها في السكه الحديد. الحقيقه وزاره النقل بتبذل مجهود نقدر نقول كبير ومجهود واضح جدا، لكنه الخدمة محتاجة إلى مسؤولية تضامنية زي ما حصل في الكهرباء. وشفنا نجاح الكهرباء لما كان في وجدت المسؤولية التضامنية للحكومة ككل أو لقطاعات الدولة ككل، شفنا خدمة الكهرباء النهاردة عاملة زي نهج الحكومة الحالية هو الارتفاع بمستوى الخدمة المسؤولية التضامنية التي تؤتي ثمار سريعة خاصة في قطاع الخدمات. طب الكهرباء مثلا احنا برضو المسألة يعني في انجازات في مجال الكهرباء، استعنا بالقطاع الخاص بالبنوك، استثمارات أجنبية، مشروع الضبع. بالنسبة لقطاع السكة الحديد ايه الاتجاه؟ الاتجاه انه في الفترة الحالية استغلال الأصول غير المستغل، هو ده ربما يكون الدور اللي بيتم التفكير فيه، لكنه المعلومات ليست كافية عندي في هذه اللحظة. إنما الأهم بالفعل تعملي تحسين في مستوى الخدمة يستشعر به المواطن حتى لو كان يعني ملموس إلى درجة ما. هو هذا هو الأفضل. شكرا يا أستاذ أسامة، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أسامة عبد العزيز المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء. وعلى ذكر طبعا موضوع الكهرباء، النهاردة دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قال إن أول مفاعل نووي بمحطة الضبع لتوليد الكهرباء هيكون نسبة التصنيع المحلي فيه 20%، وهيزيد لغاية لما نوصل إن احنا نصنع مفاعل نووي بأيدي مصرية. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إنجازات الوزارة خلال عام 2015، قال إن توقيع العقد النهائي لمشروع الضبع مع روسيا هيكون نص يناير اللي جاي، وأكد على إنه هيتم الانتهاء من إضافة 6882 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2015، وإن الكم ده من القدرات خلال عام واحد بيحصل لأول مرة في تاريخ الوزارة بتكلفة وصلت ل 28 مليار جنيه. أضاف برضو
الوزير أن الوزارة بتسعى للحصول على تمويل من الحكومة الصينية لتنفيذ محطة للضخ والتخزين بعتاقة بقدرة 2100 ميجا وات، وأن الوزارة برضو بتسعى للحصول على 6 سنوات سماح و15 عام فترة سداد، وأنه هيتم توقيع اتفاقية شراء طاقة لمشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 26 يناير اللي جاي، وإن بالفعل المستثمرين استلموا الأراضي المخصصة للمحطات وتم وضع أجهزة القياس في معظم المحطات اللي بنتكلم عليها. معايا دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير لبنى، مساء الخير المشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا. هو إحنا نقدر نقول على المؤتمر ده كشف حساب ولا كشف إنجازات ولا بتطمنونا على اللي جاي وإن في مشروعات بالفعل هتدخل حيز التنفيذ؟ هو الحقيقه مع الوزير كان يعني كل حضراتكم متابعين معانا انه كل ما بيكون في جديد بننظم مؤتمر صحفي، تحدث مع الوزير عن عده محاور حضرتك ذكرتي جزء منها. تكلم في البدايه عن طاقة عام 2015 سواء زي ما حضرتك ذكرتي اضافه قدرات وصلت الى 6882 ميجا وات بتكلفه استثماريه قد تصل الى 38.5 مليار جنيه، منها بالتاكيد الخطه العاجله اللي هي 3632 ميجا اللي هي بحوالي 21.6 من 10 مليار جنيه. تحدث أيضا عن تأمين الوقود ووجه شكر خاص لزملائنا في قطاع البترول. تحدث عن 7 مليار جنيه استثمارات في قطاع نقل الكهرباء والشبكات، صيانة المحطة، توزيع لمبات الليد، قانون الكهرباء، تعريفة التغذية للطاقات الجديدة المتجددة. ثم تطرق السيد الوزير بعد الاستفاضة في بعض النقاط إلى الحديث عن استعدادات قطاع الكهرباء لصيف عام 2016، وأكد على أنه بالفعل هناك تنسيق فيما يتعلق بتأمين الوقود، هناك جهود مختلفة، صيانة المحطات بتتم في موعدها المقرر إن شاء الله مع نهاية أبريل 2016 تكتمل. لدينا أيضا قدرات إضافية ستضاف قبل صيف 2016 قد تصل في المجمل إلى 3800 ميجا وات، مستمرين في توزيع لمبات الليد وتغيير كشافات الإنارة. ثم تطرق السيد الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن الخطة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء حتى عام 2030 بما يضمن تنوع مصادر الطاقة. تكلم عن المحطة النووية في الضبعة زي ما سيادتك تفضلت من شوية، وأنه بالفعل يعني الحقيقة لاقى تفهم من زملائه انه قد يكون هناك حاجه لعدم الافصاح عن كافه التفاصيل لان احنا ما زلنا في مرحله المفاوضات النهائيه، ويعني اجاب على سؤال احد الزملاء الاعلاميين بانه ان شاء الله من المنتظر ونامل في هذا انه قبل نهايه يعني منتصف يناير 2016 يكون التوقيعات النهائيه. لا شك انه يعني المؤتمر الصحفي استمر لاكثر من ساعتين يمكن ونصف، وأجاب السيد الوزير على أسئلة كل الزملاء العالميين في نهاية المؤتمر. عارف يا دكتور محمد في موضوع محطة الضبعة يعني وعدم الإفصاح عن كتير من المسائل المتعلقة مش أقول بالعقد لكن بالمفاوضات، يعني البعض شايف أنه ده قرار حظر نشر ومين اللي خده وليه ما بنفصحش، هي المسألة سر حربي. طيب ما احنا ممكن نعرف الكلام ده من الجانب الروسي وفي بالفعل تقارير وتسريبات عن العقد، يعني فليه ما يبقاش في شفافية ومصارحة من قبل الحكومة المصرية ومن قبل وزارة الكهرباء تحديدا؟ لا، هو ملف المحطه النوويه لا شك انه مش كله في المطلق هو ملك لقطاع الكهرباء، لكن احنا بنقول انه كلما اتيحت بيانات مسموح بها بيعلن عنها بدليل ان احنا اعلنا وتواصلنا مع زملائنا في وسائل الاعلام. احنا بنتكلم من جانبنا احنا كقطاع كهرباء انه ده هو خيار قوي بالنسبه لنا لتنوع مصادر الطاقه، نقل التكنولوجيا الى مصر، تدريب كوادر. احنا حاليا في ناس شغاله في الموقع يا فندم، انتهوا من جزء كبير من البنيه الاساسيه والانشاءات الاوليه للمشروع. بنتكلم انه ما زالت هناك مفاوضات نهائيه، يعني الناس بتشتغل على الرغم ان العقد النهائي هيتم توقيعه وفقا للوزير نص يناير اللي جاي. بالظبط كده، لكن لا شك ان احنا بناكد تاني ان احنا عندنا افضل عرض حتى الان فنيا وتامينيا وماليا، وبالتالي احنا ان شاء الله مستمرين في هذا ويكون يعني اضافه لما هو لدينا من مصادر المختلفه. طيب شكرا جزيلا دكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا لحضرتك. النهاردة أجهزة الأمن في الجيزة تمكنت من القبض على المتهمين الرئيسيين في واقعة كمين المنوات اللي أسفر عن استشهاد مجندين وأمين شرطة أو اثنين من أمن الشرطة في منطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين خلال حملة أمنية استهدفت مكان اختباء هذه العناصر. تمكنت القوات من القبض عليهم قبل قيامهم بإطلاق عيارة نارية على قوات الأمن.
غير كده كمان النهارده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه استقبل السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لبحث تفعيل مسارات اطر التعاون ما بين المجلس وكافه قطاعات الوزاره في مجالات حقوق الانسان خلال المرحله اللي جايه. انا معايا على التليفون سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء النور استاذه لبنى. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الاول يا سياده اللواء ادينا تفاصيل اكتر عن القبض على المتهمين في وقعه كمين المنوات. يعني هو حقيقي البيانات التفصيليه لم ترد يعني بعد، ولكن احنا هنقدم التفصيلات بتاعه هذا الموضوع على ورودها من المديريه كامله. تمام. طيب في موضوع لقاء وزير الداخليه مع رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ولسه الحديث متواصل ويعني شايفين لقاءات وجهد في مساله تفعيل معنى احترام حقوق الانسان في عمل وزاره الداخليه، اللقاء او الاجتماع دار فيه ايه يا سياده اللواء؟ هو اللقاء ده بيعتبر اللقاء الثاني. صحيح. بين السيد وزير الداخليه والسيد محمد فايق رئيس المجلس. اللقاء ده بيتم في اطار التعاون والتنسيق الدائم بين وزاره الداخليه والمجلس فيما يتصل بالموضوعات الخاصه بحقوق الانسان. خلال اللقاء السيد محمد فايق طلب مزيد من التواصل مع المجلس، ان يكون هناك اجتماع دوري بين اعضاء المجلس ووزاره الداخليه ممثله في قطاع حقوق الانسان. يعني هو سيادته برضك اشار يعني الخطوات الفعليه بس يا سياده اللواء، ده الاجتماع الثاني، يعني مفترض الاولاني مثلا نكون اتفقنا والثاني نفذنا. يعني هو الثاني برضك يعني برضك اللقاء بيبقى لمزيد من دعم التعاون والعلاقات، وفي هذا الاجتماع طلب ايضا طلبات إضافية اللي هي منها أن يكون هناك اجتماعات دورية بين المجلس وبين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، وده مطلب جديد. والسيد الوزير وجه قطاع حقوق الإنسان أنه يحط آلية للتعاون. أيضا المطلب الثاني اللي هو سرعة فحص الشكاوى اللي بترد من المجلس. المجلس بيبعت شكاوى وبيتم فحصها، بس طلب أنه هو يبقى فيه سرعة في الرد. قال أنه هو برضك عايز آلية إضافية لفحص الموضوعات التليفونية، لأن بعض الموضوعات بتبقى عاجلة وطالبين هم فحص ورد عاجل. فبرضك السيد الوزير وجه قطاع حقوق الإنسان أنه يحط آلية. ومن الحاجات التانية أو آخر حاجة كان يتكلم فيها السيد محمد فايق اللي هو زيارات السجون. والسيد الوزير سيادته قال ان احنا في هذا الامر ما بنتاخرش. سجون بس؟ ما فيش كلام على اسامي الشرطه؟ لا، الحديث لم يتطرق على اقسام الشرطه، بس هو انا عايز اشير الى ان المجلس يعني العام الماضي كان حاطط برنامج لزياره اقسام الشرطه وزار عدد من الاسام، بس هم بيطلبوا دلوقتي زيارات السجون. ولو طلبوا زيارات الاسام احنا يعني هنرحب بهذه الزيارات، لان يمكن لو حضرتك متابعه خلال الثلاث اسابيع الماضيه هناك قوافل طبيه من قطاع الخدمات الطبيه في وزاره الداخليه بتقوم بتوقيع الكشف على كافه النزلاء في الاقسام الشرطه وفي السجون، وهذه القوافل الطبيه مستمره. ده بالاضافه الى قطاع الخدمات الطبيه في قطاع السجون اللي هو بيقدم خدمه طبيه للنزلاء. طيب اقول لحضرتك على حاجه برضو عشان نحسم الموضوع ده يا سياده اللواء، اكيد انتم متابعين وبتردوا في اكتر من مكان على ما يتم ترديده ان في حالات اختفاء قسري، ان برضو مجلس القومي لحقوق الانسان اشار للموضوع ده، في بعض المنظمات المستقله بتتكلم. هل الموضوع ده تم بحثه في اجتماع النهارده وايه ردكم؟ او ده من ضمن الموضوعات اللي هي طرحت. السيد مساعد وزير لحقوق الانسان قال احنا جالنا يعني عدد من الاسماء تم فحصها، رد حتى تم الرد حتى الان على 70 شكوى. هم اللي جم حوالي 101 او 102. تم الرد على 70 شكوى، باقي الشكاوى بيتم فحصها وبيتم الرد عليها. وتم الاشاره من قبل الى ان هناك يعني العديد من الحالات التي تم الادعاء باختفاء قسرين، وتبين ان اسباب الاختلاف لا ترجع الى وزاره الداخليه. يعني ال 70 اللي رديته مثلا من 101 دول وضعهم ايه؟ قلتوا ايه؟ في ناس محكوم عليها. في ناس محبوسه احتياطيا. في ناس منها زي الولدين اللي هم الانتحاريين اللي هم عملوا عمليه
تفجير الفندق في العريش في في اللي هي اللي كانت واحده كانت قامت بعمليه نصب وادعى والدها ان تم اختفاء قاتلين وحرر محضر بهذا، وتبين ان هي هربت خارج البلاد. في ناس بتبقى بردك مختفيه او يعني لسبب لاسباب لا تتصل بوزاره الداخليه اسباب خاصه بيها. لو في اي حاجه عندنا احنا بنعلنها، ويعني وزاره الداخليه بتقول اي حالات يعني اختفاء قصر او البعض يدعي ان هي اختفت قصريا يوفينا بيها واحنا هنفحص ونرد. نرد يعني نرد عشان نوضح ان الحالات دي لا والله الاسماء دي مش عندنا، دول وضعهم كذا كذا، عشان ما يكونش في مجال للجدل والشائعات. سياده الله ما فيش، احنا الكلام ده سيادتك الوزاره قالته وبنقوله تاني حضرتك، اي اسماء تيجي لنا هنفحص ونرد بنتيجه الفحص على هذه الاسماء. تمام، شكرا جزيلا سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات، شكرا لحضرتك. الخبر بقى بتاع حاله الجو والبرد والمطره والحاجات دي كلها، معايا على التليفون دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. طيب معايا استاذ وحيد سعودي عفوا المتحدث باسم هيئه الارصاد، برحب بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير. اهلا مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه توقعات هيئه الارصاد للايام او الساعات اللي جايه؟ خليني اقول يعني الساعات الجايه ما فيش تغيرات جوريه في حاله الجو، يعني لغايه يوم الاربعاء الجو شتوي معتدل على القاهره، الوجه البحري بيميل للدفء على محافظات الصعيد، تحذيرنا فقط فجر الثلاثاء من الشبوره المائيه الكثيفه، لكن هو اعتبارا من مساء الغد بدايه لفرص سقوط امطار خفيفه على المدن الساحليه جهه الغرب تحديدا السلوم مطروح الاسكندريه. ومن يوم الاربعاء يمتد تاثير فرص سقوط الامطار على القاهره والوجه البحري بشكل خفيف جدا، لكن ذروه هذه الموجه اعتبارا من مساء الخميس والجمعه هيبقى في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، قد تصل درجه الحراره على سبيل المثال على القاهره يوم الجمعه لحوالي 13 درجه مئويه، درجه حراره عظمى. دي العظمى، امال الصغرى كام يا فندم؟ الصغرى ممكن تكون مثلا 8 درجات تقريبا، وقياسا عليه طبعا باقي المحافظات. وطب وهيكون في مطر؟ ايوه ورا عاديه على المدن الساحليه وعلى شمال ووسط سيناء وايضا على محافظات الوجه البحري والقاهره، متوسطه الشده على القاهره حتى محافظات شمال الصعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط. طبعا في نشاط للرياح هيزيد من احساسنا ببروده الجو، هيؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه ومسطح البحر الاحمر والبحر المتوسط. كل سنه وحضرتك طيب، ده جايه شد حيلها قوي يعني، يعني مطره وبرد جامد يعني. معلش ما هو لازم في الوقت ده من كل سنه. شكرا جزيلا يا استاذ وحيد، استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد، بشكر حضرتك يا فندم. دكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي قررت صرف جميع المعاشات المستحقه عن شهر يناير 2016 بدايه من 3 يناير بدلا من يوم 10. الصرف هيكون من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد بمناسبه طبعا الاحتفالات الدينيه، سواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف او احتفالات اعياد الميلاد المجيد، ده لانه هيوافق اليوم الاول من يناير يوم الجمعه هتكون اجازه رسميه. قالت كمان دكتوره غاده والي في تصريحاتها انه هيتم تزويد ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة والمكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مرة تانية لمتابعة أخبار. مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية، نرجع لمتابعة أخبارنا. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتعيين العلماء الآتي أسمائهم أعضاء بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشة. تعيين الدكتور عبد العزيز سيف النصر أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ودكتور محمد ربيع محمد الجهري أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، والدكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أنا موجود معايا على تليفون دكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف. مساء الخير يا دكتور، برحب بحضرتك معانا وألف مبروك على الاختيار والتعيين. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. دكتور عبد الشافي،
احنا بنواجه طبعا تحدي متعلق بتحدي الارهاب وتطوير او تجديد الفكر الديني، مواجهه داعش، المفاهيم المغلوطه، ازاي هيئه كبار العلماء بالتشكيل الجديد، ولو في افكار جديده خارج الصندوق زي ما بيتقال، او خطوات نلاقيها جاده وملموسه على الارض للتعامل مع التحديات دي. والله طبعا هي دي مسائل خطيره جدا، ويعني اتسع مداها واصبحت الجماعات الارهابيه لا ترعب المسلمين فقط بل ترعب غير المسلمين كمان زي ما شفنا في الأيام الأخيرة. نعم. فهذه القضية تحتاج إلى جهود كبيرة من أزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث ودار الإفتاء ووزارة كل المعنيين بالشأن الإسلامي، لازم أن يتكاتفوا ويتعاونوا في مواجهة هذا الخطر والتصدي بنشر الإسلام السمح العظيم الذي لا يفرق بين إنسان وإنسان حتى على أساس الدين والعقيدة والجنس واللون، فكل البشر عنده سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسوف يكون جهد هيئة كبار العلماء إن شاء الله في هذا المضمار ومحاولة في تجديد الخطاب الديني بتثقيف الأئمة والوعاظ، لأن في نظري أنه لو أن الأئمة والوعاظ ارتقوا إلى يعني مفهوم الصحيح للإسلام يستطيعون أن يوصلوا المعلومات إلى الناس وأن يشرحوا مبادا الإسلام ومقاصد العليا في تنظيم الحياة وإشاعة الحب والبر بين الناس جميعا. حضرتك ذكرت ان لازم يكون في تعاون وتضافر للجهود من قبل كل الجهات المعنيه بهذا الامر، واحنا بنتكلم مثلا على دار الافتاء، الازهر الشريف، وزاره الاوقاف. دكتور عبد الشافي، هل في رؤيه موحده، في خطوات تم الاتفاق عليها؟ والله انا للان لما احضر اجتماعات يعني بعد القرار طلب من شيخ الازهر جلسنا مع جلسه صغيره، تمام، لكن في انتظار اجتماع الهيئه. حصل ايه في الجلسه دي يا فندم؟ ايه التوجهات او خطه العمل يعني العناوين العريضه؟ والله طبعا الجلسه دي كانت للتعارف لان يعني يعرف فيها الامر بصفه عامه، لكن في كمان قصه بتشغل الازهر هذه الايام. اتفضل يا فندم. وهي عمليه التمدد الشيعي في المجتمعات السنيه. دي مسألة مؤرقة دلوقتي للأزهر بصفة خاصة، وفضل الأزهر ضاق من التصرفات الشيعية ومحاولة نشر التشيع وبث الفتنة. بس عارف يا دكتور، أنا أسفة لمقاطعة حضرتك، لكن القضية دي تحديدا البعض يعني خايف إنها تصرفنا عن الهدف الأكبر، وإن يتحول الموضوع ما بين سنة وشيعة وحرب داخلية ونستنزف قوانا وجهدنا، شايف ده إزاي؟ لا 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 لا, لا. هو اللي بيتصوروا هذا التصور غير مدركين الخطر الحقيقي للتشيع على المسلمين السنة، وناس طبعا على نيتهم ومتصورين يكون في شقاق ونزاع بين المسلمين لهذا الحد. طب التشيع ده موجود فين؟ يعني هل هو خطر حقيقي فعلا بيواجه مصر المصريين؟ طبعا طبعا بيواجه مصر غير مصر، يعني الشيعة دلوقتي بيحاولوا ينشروا التشيع خاصه في المجتمعات السنيه وخاصه مصر، لان مصر عينهم عليها من زمان يعني، وهم بيدعوا ان الازهر انشات الدوله الفاطميه الشيعيه، فهم من هذا المنطلق يحاولون ان يعني يروجوا للتشيع وبيصرفوا بطريقه يعني بوسيله هائله، لان لديهم انت عارف بيدفعوا الشيعه بيدفعوا الخمس للائمه، خمس اموالهم كل سنه. وده بيوفر لهم مصدر مالي هائل جدا، بيصرفوا بيه على الدعوه وبناء الخوذات ونشر الكتب المبشره بالشيعه، فالمساله ليست مجرد دين انما سياسة. بس معلش برضو استوضح الامور وللحقائق والتاريخ برضو يا دكتور، وحدك استاذ في المجال ده. مصر محبة لآل البيت، الأزهر الشريف حضرتك بتقول إن هم بيدعوا إنه يعني بناه الشيعة، لكن في الوقت ده الدولة الفاطمية كانت المصريين مش هقول يعني شيعة، لكن ما كانش حتى عندنا المفاهيم دي ولا كان في التصنيف ده. ما بقول لحضرتك إن حب آل البيت يمكن هو المدخل اللي يدخلوا بيه على الناس، لأن مصر، شعب مصر من أكثر شعوب العالم حبا لآل البيت.
ومصر مليئة بالمقمومات والأضرحة لآل البيت، حتى من لم يحضروا إلى مصر. يعني سيدنا الحسين لم يأتي إلى مصر لا حيا ولا ميتا، وكذلك أخته السيدة زينب، وكذلك ابنه علي زين العابدين، لكن لمصر في مصر لكل منهم مسجد ومشهد ومقام وميدان وشارع. تمام. طب عشان ما نغرقش في التفاصيل دي كلها يا دكتور، يعني برضو أرجع للنقطة الأساسية، إن تكون إيه القضية الرئيسية اللي مركز عليها الأزهر الشريف حاليا؟ قضية التشيع ولا خطر الإرهاب وإلصاقه بالإسلام والمسلمين؟ كل هذه قضايا خطيرة جدا، كلها خطيرة، كل في ناحية. يعني المسألة اللي بتؤرق الأزهر والمسلمين السنة بعامة تكفير الصحابة وتكفير من يواليهم. يعني الصحابة، خاصة كبار الصحابة الخلفاء الثلاثة الأول، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كفرة عند الشيعة، ومن يواليهم يعني أهل السنة جميعا كفرة. هذه القضية الأولى التي تسيء إلى المسلمين وتجرح مشاعرهم، فالأمر ليس هينا وليس بهذه البساطة. وهم في يعني انت عارفة يمكن قصة التقريب بين المذاهب بدأت في مصر من ثلاثة أربعة قرن، ويحاول معهم ذلك التاريخ لمجرد أن يصدروا فتوى تحرم تكفير وسب الصحابة، إلى الآن لم يجاوبوا على هذا السؤال. بس حضرتك مش قلقانين برضو إن المفاهيم دي ممكن الإرهابيين داعش ومن على شاكلتهم يعني إن هم يستخدموها لاضطهاد الشيعة في العالم العربي العالم الإسلامي، إن يكون ده المدخل يعني ما يبقاش فيه تفرقة واضحة؟ أولا ليس فيه اضطهاد للشيعة في أي مكان في العالم، خاصة بعد الثورة الخمينية، يعني هم تخلصوا من عهد المظلومية وأصبحوا هم في الصورة من أمام، يعني فليس هناك ضد الشيعة أي تعصب أو أي تضييق من حيث هم شيعة، لكن الفكرة والخطورة في التمدد السياسي. يعني إيران دلوقتي زعيمة العالم الشيعي، فبتحاول تهيمن على المنطقة بكاملها. طيب أنا أقول لحضرتك على حاجة، عشان الموضوع ده فيه تفاصيل كتيرة ومعقدة ومحتاجة وقت إن شاء الله نفرد ليها نقاش مع حضرتك ومع كل المهتمين بالملف ده. شكرا جزيلا دكتور عبد الشافي محمد عبد اللطيف، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اللي طبعا صدر قرار بتعيينه النهاردة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي واثنين آخرين. دكتور أشرف الشيحي وزير البحث العلمي استقبل النهاردة، ويمكن الشيء بالشيء بيذكر وإحنا بنتكلم على الإرهاب وعن داعش وعن ممارساتهم وتفرقتهم بقى، وإنه لو في طوائف يقول عليه إن هم بيتم اضطهادهم وتعذيبهم من غير تفرقة. يعني استقبل الفتاة الأزيدية العراقية نادية مراد اللي كانت تعرضت طبعا للاغتصاب من عناصر داعش، وأكد وزير البحث العلمي إن مصر بلد الوسطية، وانتقد اللي بيتستر بالدين لتنفيذ مخططاته الإرهابية، وأن داعش لن يعلن عن نفسه إذا أراد استقطاب شخص لكن بيخترقه باسم الدين. وأكد كمان الوزير على أن مصر بتواجه إرهاب بيسعى لاختراقها. من ناحية تانية دكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس قال أنه منح الفتاة الأزيدية العراقية منحة دراسية لدراسة التاريخ، وأنه بيقدم ليها كل الدعم العلمي لأنها بترغب أنها تكون مدرس التاريخ. أما نادية مراد هذه الفتاة أكدت النهاردة أنها بتوجه رسالة للمسلمين وأنها تعرضت للاستعباد الجنسي باسم الدين، وأن هم قتلوا إخوانها وخيروها ما بين القتل أو الدخول في الإسلام. غير كده كمان طبعا احنا كنا تابعنا لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنادية، ويمكن نادية قالت النهارده ان الرئيس اكد ليا ان انا بنته وان هو هيقضي على داعش. وغير كده برضو نادية قابلت فضيلة الشيخ دكتور احمد الطيب فضيلة الشيخ الازهر اللي اكد لها برضو ان داعش لا علاقة له بالاسلام. انا معايا على تليفون دكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، برحب بحضرتك معنا يا دكتور حسين. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني طبعا خطوه رائعه من قبل حضرتك ناديه، في اكثر من لقاء وتصريحات صحفيه ليها يعني بتقول هل دول مسلمين؟ هل ده الاسلام؟ هل ده تاريخ الاسلام؟ هل دي تصرفات المسلمين؟ فان يبقى في منحه دراسيه لدراسه التاريخ، الخطوه دي وايه رد الفعل ناديه بخصوصها؟ هو الحقيقه احنا استقبلنا ناديه النهارده في اللقاء كان اكثر من رائع في حب جامعه عين شمس، وحضروا عدد كبير جدا من الطلبه واعضاء التدريس وامضاء الكليات والمعاملين بالجامعه، وكان مشرفنا وزير التعليم العالي. والحقيقه انا اكدت في هذا اللقاء ان احنا
بيستقبل رمز من رموز الكفاح والتصدي لجماعات إرهابية مسلحة لا تعرف دين ولا ملة، وكل هدفها التخريب والتدمير والاغتصاب والحرق والقتل، وهذا شيء لا يمثل أي أديان بصلة. أنا سألت نادية أنت درستي إيه؟ قالت لي أنا فاضل لي سنة واحدة وخلص الدراسة الثانوية، لكن حرمت من استكمال دراستي بسبب الأوضاع اللي في العراق، وأنا أتمنى أكون مدرسة تاريخ ونفسي أدرس تاريخ. فالحقيقة أنا تقدمت باسم جامعة عين شمس بمنحة دراسية كاملة لنادية لو ترغب، لو هي طبعا حسب ظروفها بقى تقدر إن هي تستفيد بيها تدرس التاريخ، وعندنا أقسام تاريخ متميزة جدا في كليات كتير جامعة عين شمس بعد ما تخلص طبعا ما يتبقى لها من الدراسة الثانوية. احنا نرحب جدا بوجودها معانا ويسعدنا في جامعة عين شمس يعني نحقق لها أهدافها، لأن الحقيقة تعبت كتير وتعذبت كتير، والنهارده شرحت للطلبة بالضبط اللي حصل لها واللي حصل لأهلها وزملائها وأهل الأزيدية كلهم، والحقيقة كان لقاء يعني غامر بالود والدفء والمحبة والدعم من الشعب المصري ممثلا في مجتمع جامعة عين شمس نادية بوهاد. تمام، شكرا جزيلا دكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، بشكرك على وجودك معنا. دلوقتي هنروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله هنستقبل دكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، وطبعا بحكم المواقع والمسؤوليات الكثيرة اللي طبعا تولاها دكتور حسام عيسى هيكون نقاش مفتوح ومطول فيه كتير من الملفات، المشهد السياسي، موضوع سد النهضة، البرلمان، الحكومة، تحدي الإرهاب، يعني مواضيع كتيرة قوي. إن شاء الله يكون معانا وقت لطرحها والاستفادة من رؤية وخبرة الدكتور حسام عيسى بعد الفاصل في الحياة اليوم. مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. دايما الحوار مع شخصية تولى المسؤولية في أكتر من موقع وفي تاريخ أو في توقيت مهم من تاريخ مصر بيكون لي خصوصية وطبيعة خاصة، بيكون في رؤية وجهة نظر بخصوص الوضع الحالي وإزاي نتعامل معه. دكتور حسام عيسى أحد هذه الشخصيات اللي نقدر يعني بسهولة جدا نتكلم ونفتح معاه كتير من المواضيع والملفات المهمة والملحة في الوقت الحالي. مرحب بحضرتك معنا يا دكتور، مشرفنا في الحياة اليوم، أهلا وسهلا. دكتور حسام، خليني ابتدي مع يعني القضية الملحة دلوقتي وحتى النهاردة وإحنا بنتكلم، لسه الاجتماعات ما زالت مستمرة، الجولة السادسة من مفاوضات سد النهضة، حتى هذه اللحظة يعني ما فيش مؤشرات إن في أي نتائج إيجابية. خليني أسأل حضرتك رؤيتك إيه للملف ده، وهل الدولة أو الحكومة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت من بعد 25 يونيو يعني نجحت في إدارة هذا الملف، ولا إحنا بندفع تمن سوء إدارته؟ هو سوء الإدارة قديمة، مش ما لم تجئ مع لا مع 25 يناير ولا مع 30 يناير مع بعضنا. يعني الحقيقة أنا استمعت طبعا باهتمام شديد لمداخلة أو الحديث الأستاذ الكبير حسنين هيكل مع لميس الحديدي واتكلم عن موضوع إثيوبيا. الحقيقة إنه كان شيء يعني أثار استغربنا جدا إن مصر تطوعت في مرحلة من تاريخها إنها تلعب اللعبة الأمريكية ضد إثيوبيا لما كانت إثيوبيا واخدة اتجاه يساري. الرئيس السادات تطوع في الحقيقة بإنه لعب دور ما كان مش ده دور مصر، لأن علاقتنا بإثيوبيا علاقات حتى على المستوى السياسي بغض النظر عن النيل، يعني النيل طبعا علاقات بالغة الأهمية وتاريخيا علاقات رائعة بيننا وبين أثيوبيا. فأعتقد أن مصر بدأت سياسة خاطئة منذ زمن طويل مع أثيوبيا، خصوصا أنه في الفترة السابقة سواء أيام ملك فاروق أو الفترة الناصرية أثيوبيا كانت العلاقة والكنيسة المصرية كانت هي تلعب دور مهم جدا في أثيوبيا، والسياسة المصرية كانت كلها متجهة إن أثيوبيا دي لا يمكن أن نفقده، يعني لا يمكن أن نفقد أثيوبيا لأن حياتنا في مياه ولا مع أي بلد من بلاد حوض النيل. فإحنا القضية خطأ قديم من مصر، زائد إنه ملف حوض النيل تم يعني نام طوال فترة مبارك وتم العبث به، يعني ما كانش بيعالج معالجة سياسية، كنا بنعمل
يعني مفاوضات كل مرة يروح 3-4 موظفين، وبعدين المرة اللي بعدها يبعثوا موظفين تانيين انهم نفسهم ويسافروا غير الموظفين اللي سافروا بالدور، يعني يعملوا سفرية ويتمتعوا بالسفرية. فكان شيء، انا فاكر الامين العام للجمال العربية نبيل العربي اثناء الثورة حكى لي هذه الحكاية، قال لي كان شيء مرعب، وقال لي انا بعت اياميها للرئيس مبارك خطاب بقول له يعني انه الملف في غاية الخطورة ولازم يتم التعامل معه بشكل مختلف، وجدد ذلك في مرحلة المجلس العسكري. إذن تم التعامل معه نقول بخطأ شديد في البداية، ثم بخفة بعد ذلك وبدرجة كبيرة من الإهمال. طب ودلوقتي؟ لا دلوقتي طبعا واخد اهتمام، واخد اهتمام الحقيقي، لان الملف في ايد رئاسه الجمهوريه في نهايه الامر، وده اللي كان طالب بيه الاستاذ هيكل من ايام الرئيس مبارك، قال في كذا ملف لازم يبقوا في ايد رئيس الجمهوريه، منهم ملف حضني. انا فاكر كويس قوي الحديث في هذا. عشان كده دلوقتي الناس بتتكلم على، او الخبراء، ما فيش بقى مسار فني ومفاوضات ودراسات ومكاتب، لا يبقى المساله على المستوى السياسي على مستوى القاده. هو من البداية كان على مستوى، يعني بداية الرئيس السيسي ووضعه هو اللي خده في إيده وطرحه على المستوى، على هذا المستوى مع إثيوبيا. القضية زي ما هو يعني بديهي في رأيي، وده اللي عبر عنه الأستاذ هيك الحقيقة، إنه إحنا لا نستطيع أن نتعامل بأي منطق غير منطق التفاوض مع إثيوبيا، ثم في حالة البقاء نلجأ. ما فيش خيارات تانية؟ لا، في الخيار القانوني طبعا. عظيم. ما فيش الخيار العدائي، يعني اللي يقول لك عمل عسكري، لا لا، هذا جنون مطبق وانت غير قادر عليه. انما في النهايه عندك طبعا التوجه القانوني مطلوب اذا لم يكن هناك حل. طب ممكن نفهم النقطه دي مع حضرتك تحديدا، حضرتك استاذ قانون دولي، ولما اتكلمنا على، لا مش قلت قانون دولي بس معلش. طيب لما كانوا بيتكلموا على نلجأ للتحكيم الدولي، سمعت هنا آراء بتقول لك لا يا فندم، ده لازم يكون كل الدول متوافقة وموافقة على مسألة اللجوء للتحكيم الدولي، ولو خدنا حتى المسار ده، لو فرض ده حباله هتطول وما فيش نتيجة ممكن نوصل لها في وقت قريب، وأعمال السد مستمرة وبدأوا بالفعل تحويل المجرى وبيكلموا على تخزين مية، فيبقى إيه بقى المسار القانوني ده متاح؟ يعني أنا أتصور من الممكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية في فترة من في مرحلة من المراحل، لأن إحنا من دول المصب، والحقيقة اللي بيعملوه الإثيوبيين الاعتداء على مياه مخالف بالتأكيد للقانون الدولي، لأنه دول المصب لها وضع خاص، دول المنبع عندها المية على الأقل، وإثيوبيا مش محتاجة المية خالص، أن الأمطار عندها تكفي لزراعة أي، هي بتقول ده للتنمية، للكهرباء، للكهرباء، الكهرباء ما بتحتاجش لهذا السد الكبير. يعني المصريين عرضوا انهم يمولوا كمان مصر يعني 4 أو 5 سدود اقل، الاقل في الحجم يعني، عشان تخزين المياه، وتولد يعني قدر من الكهرباء اكبر مما سيولده سد النهضة بشكل حقيقي. يعني حضرتك ورفض الاثيوبيين، ورفضوا، متفق على البعض اللي بيقولوا ان لا، في اسباب تانية وفي دول اقليمية ودولية، صحيح، ودولية يعني تحاول انها تضغط على مصر. شوفي تصريح اوباما لما راح هناك بالغ الغرابة، يعني في قضية مطروحة بطريقتين، في طريق بنظرتين اسبوكتين، مصر من ناحية واثيوبيا، فهو يروح ايه، انا ادعم السد، لا معلش السد، ادعم مطلب اثيوبيا في انها تنتج الكهرباء. طيب. شوف بيلفها ازاي. يعني الراجل بيتكلم في حاجه مش داخل في السد ولا حاجه، يعني طب يا اخي وفين الحفاظ على حقوق مصر؟ يعني دي حقوق متعلقه بالوجود، الوجود الفيزيكال، الوجود الطبيعي لمصر، يعني ده لاعب بالوجود المصري. طبعا في نهايه الامر مستحيل في اي نظام حكم سيسمح مهما اقتضى انه الوجود المصري يبقى مهدد، مش ممكن، ساعتها بقى كل الخيارات تبقى مفتوحة. إنما المقصد إنه أولا مش مصلحة أثيوبيا إنها تعادي مصر، وما زلت متصور إنه يمكن إيجاد حل عن طريق التفاوض، ما زلت متصور، وأعتقد ده وجهة نظر الرئيس السيسي، أنا ما دخلت ما عرفتهاش، إنما من تصريحاته إنه هو طبعا ما زال يأمل أن يتم حل المشكلة. البعض هنا برضو يا دكتور حسام
انتقد إعلان مبادئ سد النهضة وقال ده حسن نية مفرط من قبل مصر ومثابة إعلان ضمني بحق أثيوبيا في بناء السد بغض النظر عن المخاطر اللي ممكن تنعكس على بلدنا. وحتى بيقولوا يعني أو بيطالبوا إنه البرلمان اللي جاي لا يصوت أو لا يقر هذا الإعلان. شايف ده إزاي؟ طبعا هو فيها وجهتي نظر، والوجهة النظر اللي قوية للغاية، يعني إنه إحنا كان الركيزة بتاعتنا الأساسية هي المعاهدة الاتفاقية القائمة واللي تمت في عصر الاحتلال الإنجليزي واللي بتدي لمصر هذه الحقوق. والتغير يعني الانتقال من المراحل الاستعمارية إلى المراحل التحرر ما بتلغيش الاتفاقيات الدولية. يعني مصر لما أممت قناة السويس وافقت على اتفاقية 1999 خاصة بالملاحة في قناة السويس اللي ما تمت في عصر يعني كان فيه الاحتلال الإنجليزي موجود في مصر، كان مؤثر جدا في كل القرار. إنما وافقنا عليه، ودي عشان نوري إن إحنا ضامنين الحماية لحماية الملاحة في القناة دوليا، وزالت هذه المعاهدة قائمة حتى اليوم. فيما يتعلق بقى بمياه النيل، لا الوضع طبعا أخطر، لأنه هي متفقة مع أحكام القانون الدولي هذه الاتفاقية، واللي بتعطي في الحقيقة لدول المصب أولوية، يعني مش أولوية، بترى أنه أولا لا يجوز المساس بحقوق دول المصب أبدا، ثانيا دول المصب يعني معتمدة اعتماد كامل على دول المنبع، فدول المنبع لا تستطيع أنها تجعل من هذا أداة، مش أداة للضغط، أداة للضغط طبعا من ناحية، ولكن أداة أيضا للإيذاء الشديد جدا الذي يهدد زي ما قلت الوجود الحسي لبلد. طيب لبلاد ولو نرجع لإعلان المبادئ في حد ذاته، هل ده كان مطلوب في ضوء اللي حضرتك ذكرته من شوية إنه علاقتنا بأثيوبيا كانت علاقة طيبة، لكن البعض اللي يعني أفسد هذه العلاقة، أو حتى إحنا بعدم التواصل مع القارة الإفريقية ومع أثيوبيا تحديدا، فهل الإعلان ده كان مطلوب علشان يعني نرجع أو نأكد حتى على مسألة حسن النية، وإحنا مش عايزين نضر بأثيوبيا أو بحقها في التنمية؟ أنا بعتقد دي كانت وجهة النظر، وأنا لا متصور إنه هذا لا يعني إيه، سيبك من الإعلان، ما هو عندنا في قواعد القانون الدولي تحفظ لمصر قواعد القانون الدولي المطلق بغض النظر عن المعاهدة 29 تمام اتفاقية، إن دول المصب لا يمكن المساس بحقوقها في المياه. فدي ما أعتقدش إن إعلان القاهرة أنهى، مش أنهى، أو يقف حاجز أمام تمسكنا بقواعد القانون الدولي. ما هياش معاهدة جديدة تمت بيننا وبينهم خلعنا بيها أو انفصلنا بيها عن أحكام القانون الدولي، لا. أي. فأنا متصور أن كانت إعلان لحسن النية من الجانب المصري، وأعتقد أن في أي يعني أي مرحلة من مراحل القضائية أو القانونية هيكون هذا مأخوذ في الاعتبار، أن مصر أبدت حسن النية كل ما يمكن أن تبديه من أجل، وقالت أنها تضمن بالعكس مستعدة أن تساهم في إنتاج الكهرباء في هيبقى الوضع فيه سوء نية كبيرة لو إن أصرت أثيوبيا على التمسك بالطريقة الحالية لإنتاج الكهرباء من سد النهضة. حضرتك قررت في كلامك أكتر من مرة حقوق دول المصب. نعم. إيه رأيك في موقف السودان؟ السودان لن تضر من سد النهضة، ما عندهاش أدنى مشكلة فيها، ولذلك أنا بعتقد أن الموقف السوداني أقرب إلى الموقف الأثيوبي منه إلى الموقف المصري. وطبعا رغم كل اللي بتعمله مصر دي، شايفين في الحقيقة حدة سودانية في التعامل مع مصر، شفتيها أنت في حكاية علي أبو شلاتين مثلا طبعا والانتخابات موضوع نائم بقاله سنين طويلة، ومصر فيها ملايين السودانيين الذين يعملون وعايشين. أنا عمري ما بعرف السوداني عن المصري في مصر، عايشين بالضبط زينا ومعانا، وهم لهم حقوق المصريين بالكامل. فالموقف السوداني غير مفهوم يعني بفعل فاعل برضو الموقف ده اللي هو موقف السودان، يعني حتى أن البشير يتكلم على تحكيم يعني دولي والحاجات دي، موقف سوداني يعني في هو موقف. في حد بيحرك السودان برضو؟ لا، هو بيحركها انتماءاتها وموقفها من الإخوان المسلمين وموقفها من ما يحدث في مصر في هذه، مش عاوز جدال،
مش ضروري حد يحركها، هي تحرك نفسها في هذا المجال كفايه قوي. طب هنا تحديات كتيره قوي من الخارج يعني نعم. وضغوط على مصر دوليه وغيرها، ده يستدعي ان يكون الجبهه الداخليه او يعني المشهد الداخلي يكون قوي. ده اهم شيء وقادر ده أهم على موضوع. ده. ده اهم موضوع. لانه انت احنا في مرحله انكسار وضعف على المستوى العربي كله، وبالتالي مصر انه مصر وحدها لا تستطيع انها تستطيع انها تلعب دور عندما يكون المجال العربي بتاعها مساعد زي ما حصل في سنوات 56 وبعدها في 56 لما تأمم بقناة السويس، كان العالم العربي كله مولع معك. وبعدين السياسة التوجه العروبي كانت ناجحة إلى حد كبير، وبالتالي مصر وبعدين الانفتاح على العالم الثالث كله. مصر كانت محور لدول عدم الانحياز، محور من المحاور الأساسية. صحيح. وبالتالي كان في لمصر هذه القوة. النهاردة في وهن لأنه الجبهات الخارجية احنا قطعناها بالذات في عصر مبارك تماما. ومن ابتداء عصر السادات، السادات كان بيقول يعني أو يتصور أنه علاقة طيبة بأمريكا مش محتاج فيها لحد تاني، العرب دول أصفار كما قال صفر زائد صفر يساوي صفر. فقطع أوصال ما كان، ودي حاجة شنيعة في التاريخ. لما يبقى عندك مفتاح مهم جدا من مفاتيح القوة وتفرط فيه، ده شيء يعني جنوني جنوني. في الوقت اللي تم التفريط في مفاتيح القوة في الداخل، يعني في مفاتيح القوة في الداخل تم التفريط فيها، فأنت جاية في عصر العصمة مش في إيدك. حاليا العصمة مش في إيدنا لا مصريين ولا عرب، العصمة ليست في ايدي، مصر محتاجة المساعدات. طب التحركات العربية الأخيرة، وهنعمل تحالف إسلامي عسكري لمواجهة الإرهاب والكلام ده، هل دي يعني صحوة ولا ده مجرد تحرك كده؟ والبعض قالك لا ده يعني ليه علاقة برضو بوجهة النظر الأمريكية، محتاجين جيش سني فمجرد بس واجهة. يعني طبعا هذا التوجه يحمل مخاطر هائلة. لأنه احنا شايفين انه الفكرة جاءت من الخليج ومن العربية السعودية في الوقت اللي واخدين فيه موقف بالغ الحدة من إيران وبالغ الحدة من سوريا. بشار بشار مش هو المهم، المهم هو سوريا كدولة. سقوط سوريا يضرب مصر في الصميم، يعني مش لأسباب تاريخية إنه كانوا حضرتك بتقول بشار مش مهم، لكن في لا لا أنا لسه ما كملتش. اتفضل. أنا بتكلم الحفاظ على مؤسسة الدولة لو السورية، لو انه الحفاظ على سوريا ما يتمش غير ببشار، انا اقف مع بشار انا شخصيا. لان سوريا الموجود هو ده المهم، هو المهم النهارده. وفي المرحلة الحالية حتى الروس بيقولوها ان بشار يمشي معناها ان سوريا تقع. وبالتالي فقضية بشار مش هي المطروحة الان، القضية المطروحة هي انت مع سوريا الدولة ولا مش معاها. انا رأيي انه حجة بشار يعني بالغة الخطورة، لأنها تدي يعني تشعرك إنه اللي بيقول كده مش مهتم قوي بإن سوريا تفك ولا ما تفكش. ودي بالنسبة لنا احنا كمصريين، وده موقف المصري الحقيقي. يعني موقف مصري جيد جدا في القضية السورية. الحلف هذا مشبوه بدرجة كبيرة وخطر، لأنه سينظر إليه من جانب الإيرانيين ومن جانب حلفائهم على أنه مواجهة ضدهم أساسا. وإحنا مش في حاجة إلى يعني احنا في حاجة إلى انفتاح كبير كدولة، وبالذات انفتاح على إيران. إيران دولة كبرى في المنطقة ولها مصالح ودولة نووية، وبالتالي في الوقت اللي احنا فيه عندنا معاهدة سلام مع إسرائيليين، ازاي نعمل معاهدة حرب مع إيران؟ يعني نعمل حالة حرب مع إيران؟ طب معلش بقى جنوني. في النقطة دي علشان يعني محتاجة أخد رأي حضرتك في قضية إيران وخطر التشيع. نعم. كان معايا مداخلة مع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء اللي تم تعيينهم النهاردة، وقال القضية الأساسية أو الرئيسية دلوقتي الأزهر الشريف هي خطر التشيع. يمكن أنا ناقشته في مسألة يعني مش عايزين نصرف جهودنا أو نشتت نفسنا يبقى الإرهاب وداعش يعني بيكون لهم الأولوية. فشايف إزاي الأزهر الشريف، التحرك، تجديد الخطاب الديني، الفكر المتطرف، جهد ده عامل إزاي؟ أنا وأنا طالب في كلية الحقوق كان بيدرس لي الشيخ محمد أبو زهر، أحد أعلام الفقه والفقه المصري والإسلامي طبعا، وأحد
شيوخ الأزهر عالم كبير. نعم. كان بيدرس لنا المذاهب الأربعة مش لوحدهم، كان في يدرس معهم رأي الإمام جعفر الشيعي كجزء من الفقه الإسلامي. مفهوم. عمر ما محمد أبو زهرة العظيم ده قال إن دول برا الإسلام. لما تيجي تقول خطر جاي من مسلمين يبقى أكيد أنت لا تعتبرهم مسلمين. يعني إيه خطر مسلم على مسلم؟ مش قادر أفهمها يعني. يعني إيه خطر التشيع؟ يعني السنة بأظهرها الكبير ده ضعيفة لدرجة إن في خطر عليها الناس؟ يعني لو إن في، لو إن ده خطر أو مش خطر بالنسبة لي، إن لو إنه خطر يعني المسألة إنه الأزهر غير قادر على الدفاع بالسنة ولا لازم ولا هل بالعداء عقيدة هشة يعني ف... يعني إيه لازمة العداء؟ العداء ليه؟ أولا بس الخوف ده موجود عند الدول الخليج والمد الشيعي. لا 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 لا، الخوف ده دي قضية سياسية، دي قضية سياسية. قضية الشيعة هي قضية ابتداء وانتهاء قضية سياسية. العلاقات السعودية والخليجية بإيران هذه قضية سياسية تحل بالأدوات السياسية، ليست قضية دي. الدين ده بيعطى كغطاء، إنما ليست قضية شيعة في مواجهة سنة، دي قضية سياسية بكل معنى الكلمة. في الوقت اللي كانت إيران فيه محاصرة من جانب الولايات المتحدة كان الخليج واخد موقف الولايات المتحدة، مش كده ولا إيه؟ صحيح. إذا لازم تعالج سياسيا، ما يمكنش إن احنا نحول كل قضية سياسية إلى شيء آخر. السياسة لها مجالها، ولا يجوز إن احنا نعمي أو نغطي على الجانب السياسي باعتبارات دينية يعني وهمية في هذه الحالة. أنا عاوز أقول إنه الشيخ شلتوت في الأزهر أول من قام بعملية التقارب مع الشيعة وخلاها أحد مهمات الأزهر، ده كان إيه؟ كافر ولا كان إيه؟ الشيخ شلتوت ده أعظم من جاء من شيوخ الأزهر يعني في تاريخهم الحديث. ده كان ايه؟ كان ايه بيلعب بالاسلام يعني؟ الخوف ان احد اهداف المؤامره الكبرى لتفتيت المنطقه ان يعني الحرب بين اهل السنه والشيعه. طب طبعا هو ده خطر التحالف ده. هو ده سينظر اليه كذلك من جانب ايران، وهو بينظر اليه كذلك من جانب كثيرين من اهل السنه. بنظر انه اللي هم انصار الخطر الايراني، ان ده اللي هيوقف ايران. طيب في حين انك يعني حتى انت في هذا المحل انت في حالة تحالف موضوعي مع ايران، اهم ناس عسكريا موجودين في الحرب ضد داعش هم الايرانيين، موجودين في سوريا وبقوة وبجنود وبجنرالات وبيحاربوا، بيحاربوا داعش. احنا احد الاخطار الاساسية الموجهة ضدنا واللي ما زالت موجودة بشكل أقل حدة عما كان والحمد لله، إنما موجودة هي داعش. والتوجه الراديكالي العنيف في سواء القاعدة مش عارف إيه داعش، كل هذه التوجهات دي خطر على مصر في الوقت اللي إيران موضوعين، مش في تحالف بيننا، موضوعين هم حلفاء معانا في الحرب ضد الإرهاب، وهو ذا الخطر الدائم. ده مش خطر على 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 بلادنا بس، ده اصبح خطر على على اوروبا وعلى غيرها. طب احنا بنواجه الخطر ده باداء الواجب اللي علينا فعلا، مش بتكلم بقى على يعني محاربته عسكريا، لكن ثقافيا وتجديد الخطاب الديني للرئيس يعني اكد عليه في اكتر من مره وفي اكتر من كلمه ليه. وارجع للجزء الثاني من سؤالي يا دكتور حسام، هل المؤسسات الدينيه الازهر الشريف وغيره يعني قايم بالشغل، شايف ان في يعني بالمنطق او بالفكر ده تجديد الخطاب الديني على أولويته أو بيعمل فيه أي خطوات إيجابية؟ يعني واضح أنه من الحديث اللي تم حضرتك وأنا سمعته بره أنه الأولويات بتاعتهم هي الحرب ضد الشيعة يعني تحت اسم التشيع. أنا مش عم شفتش حاجة اسمها تشيع في مصر. مصر كانت بلد شيعية لمدة 4 قرون مش كده؟ مع الخلافة الفاطمية وانتقلت إلى السنة، لا كانت كفرة قبلها ولا كانت ولا بعديه، بلد الإسلام في الحضارة الفاطمية في مصر شيء مذهل مذهل. يعني احنا عايزين ثورة دينية أولا، ثورة على المفاهيم المغلوطة اللي عندنا قبل ما نتكلم على تجديد الخطاب الديني. مش دينية، ما فيش إصلاح للخطاب الديني في بلد يعني
ينهار ثقافيا وإعلاميا وفكريا، لدرجة أننا ندخل نوع من مراحل الانحطاط الثقافي. كيف يمكن أن يكون تجديد لأي خطاب؟ لابد من يبقى العقل منتشي في مصر، العقل متفجر، يبقى في نظام تعليمي يقوم على العقل ابتداء، مش على الكتب اللي بقرأ. أنا بدرس لحفيدي شيء لا يعقل، لا يعقل ما يدرس له بجانب الأخطاء التاريخية، فكر متردي من الناحية من الناحية العقلانية، ملوش علاقة بالعقل. فأنت عاوزة نهضة كبرى، عاوزة نهضة في المدرسة في الجامعة، عاوزة نهضة في ثقافية. شوف الخطاب الإعلامي، هل ده خطاب يليق بمصر اللي ماشي اليومين دول؟ أنا بشعر بالعار لما بسمع بعض المحطات الإعلامية اللي السب والشتم والأكاذيب. أنا شفت اللي اتعامل مع واحد زي عمرو الشبكي واتهامه بأنه أخوان مسلمين. طب ما نعرف عمرو الشبكي نسين أخوان مسلمين إيه؟ عمرو الشبكي أرجوك تستضيفيه مرة وتشوفي هذا. لا طبعا ضيفنا على طول دكتور عمرو العملاق، يعني المفكر الجميل طبعا. فأنا عاوز أقول أنه المسألة ما فيش حاجة اسمها يبقى فيه تجديد في الخطاب الديني ولا نهضة في الخطاب الديني في بلد فيها انهيار ثقافي، مش ممكن، أو انحطاط ثقافي بمعنى، وانحطاط تعليمي. هو اللي موجود عندنا فيه ده جامعة ولا دي مدرسة ولا، يعني ملاش علاقة بحاجة خالص. مش بس بسبب الفساد، بسبب إنه العقل نام في مصر من سنوات طويلة، نام استبعد، بقينا أي حاجة غير العقل. ولما يجي واحد يتكلم شوية بلغة العقل يتم فورا ذبحه وتكفيره، مش ممكن، مش ممكن. فالمسألة مش مسألة الأزهر يقوم يعني بنهضة دينية. يا إما مصر هي قلب الأمة العربية والإسلامية، هي قلبها، بغير مصر وبغير نهضة مصرية لا في نهضة عربية ولا في نمو عربي ولا في حاجة أبدا. سنبقى على ما بتتكلم دلوقتي، بتقول أي حد يتكلم يعني بيذبح، يعني البعض شايف أو خايف أنه يبقى لا مجال أو لا مكان للمعارضة في مصر حاليا. هو يعني اللي حاصل في مصر واللي يخوف أكتر هو ما يمكن أن يقال باستبعاد السياسة. استبعاد السياسة يعني تتحول كل القضايا السياسية إلى قضايا أخرى، إلى قضايا أخلاقية، إلى قضايا. أصل السياسة معناها إيه؟ السياسة فن إدارة فن إدارة شؤون الدولة، مش كده؟ هي الفن. السياسة تعني بالضرورة أدم إدارة شؤون الدولة. الدولة محل للصراع الدائم، الدولة هي محل الصراع اجتماعي وثقافي وفكري. مش عندك أنت في بلد زي مصر اتجاهات أيديولوجية هائلة ومتعددة، ليبراليين واشتراكيين وشيوعيين وقوميين عرب. هذه دي كل مجتمع في الدنيا فيه مدارس أيديولوجية، وهذه المدارس بينها صراع، ما بقولش حرب ولا حاجة، صراع. زي ما في طبقات اجتماعية وفئات وبينها صراع، المجتمع هو محل الصراع الأساسي، ما لهوش محل تاني. فالسياسة تعيش بالصراع وفي قلبه. السياسة هي يعني زي ما بتقولي فن إدارة الصراع. لما احنا نيجي نغفل أن في صراع يبقى اتلغت السياسة، مش كده؟ مفهوم. ونحول القضايا السياسية إلى قضايا حاجة تانية. يعني مثلا لما تيجي تقولي لي حلف ايه او ائتلاف دعم الدولة، دعم الدولة يعني دعم مصر، مش كده؟ ده الإلغاء للسياسة الاثنين. يعني ايه دعم مصر؟ هو في وظيفة للبرلمان وللقضاء وللسلطة التنفيذية غير دعم مصر؟ بس مصر دي مش موحدة، موحدة كأنها دولة واحدة، فيها صراعات هائلة. فكرة احنا عايشين في صراع ايديولوجي. طب البرلمان اللي عندنا دلوقتي يعني من تركيبته شايف ان هو بيمثل كل الاتجاهات كل الافكار؟ ما بيمثلش حد خالص، بيمثل شوية ناس عندهم فلوس اشتروا الاخرين واشتروا الاصوات وعملوا برلمان. ده برلمان فضيحة. حضرتك صحيح قلت ان ده اسوأ برلمان في تاريخ مصر من ثلاثة؟ طبعا. لا انا قلت الثاني 2010 او 2012. لا انا اعتبرت 10 احسن منه كمان. ليه؟ ما هو 10 ده كان تسويد. تمام.
اللي ماشي اللي ماشي عندنا بقاله كام سنة. ها؟ ما حاجه حقيره جدا طبعا يعني ان فيها الغاء للاراده الوطنيه، انما هنا في انتهاك للشرف المصري. اشتريت الناس بالفلوس، خليتهم يبيعوا اهم ما لديهم. يعني انت احنا ثوره يناير، وانا حكيت الحكايه دي برضه في التلفزيون قريب، الراجل اللي لابس رف الثياب ويلاقي محفظه فيها 2600 جنيه عمره ما شاف 100 جنيه ده كان في حياته، يروح يسلمها. ليه؟ كان في نهضة، الناس حاسة ان بكره جميل وبكره جاي وان دي ثورة، مش مفيش تكالب على حاجة، وكان شعارها الأساسي الكرامة الإنسانية. أي كرامة في ظل هذا البرلمان اللي علنا مفيش، ما كانش في منشط في الجرايد طوال فترة الانتخابات إلا أسعار الأصوات، أقسم بالله ما كان في. لما ناقشنا ده قال لك المال السياسي ده موجود في كل الدنيا وفي كل انتخابات العالم، ما هياش بدعة يعني. بينزلوا في امريكا يشتروا الاصوات بالفلوس على باب ال، ايه الكلام ده؟ بينزلوا في فرنسا يشتروا الاصوات، واحد واقف ينادى يبقى 400 لا 700 عليا ب 800، فين ده؟ ولا حتى ولا في الهند اعوذ بالله طبعا. بمعنى ايه؟ انه انت بتتكلمي على بلاد طبعا عريقه جدا في الديمقراطيه، وفي نفس الوقت بلاد راسماليه كبرى طبعا. المال بيلعب دور لانه كله قايم على هذا. يعني انت اعلان في التلفزيون في امريكا يشوف بيتكلف ملايين، بديهي ان اللي هيخش الانتخابات لازم يمول، هيمول مين اساسا؟ انما واحد زي اوباما مثلا تم تمويله طبعا من كبار رجال الاعمال، ايوه ايوه مش كده؟ انما تم تمويله ايضا من الناس اللي اشتغلوا له ببلاش بالالاف اللي عملوا من باب للباب، اللي كانوا بيمشوا من باب لباب متطوعين، دي مش فلوس دي؟ مش لها ثمن؟ لا. طيب خلينا بعد الفاصل نتكلم، نرجع برضو على البرلمان، تركيبته، التحالفات اللي هتكون فيه، الأداء المتوقع نظرا، أو يعني حضرتك بتتكلم على المال السياسي ده ينعكس إزاي على شكل الأداء رئيس البرلمان القادم في ضوء يمكن تسريبات أو كلام بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بالرئيس السابق رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، واللي يعني مرشحه بقوة وفقا لمصادر كتيرة بتتكلم إن هو اللي هيتولى رئاسة البرلمان. عن البرلمان وعن الحكومة وأيضا ملفات كتيرة هنفتحها للنقاش مع ضيفنا دكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي الأسبق اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية، بجد تحياتي لضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهاردة دكتور حسام عيسى. أهلا وسهلا بحضرتك معنا مرة تانية دكتور حسام. قبل الفاصل كنا بنتكلم على البرلمان ويعني التركيبة، الأداء المنتظر منهم، التحالفات والقصة بتاعت دعم الدولة والانشقاقات والكلام ده كله، ده يبشر بالخير ولا شايف إزاي يكون البرلمان وأداؤه؟ لا يعني ما أنا حضرتك اللي بقوله غياب السياسة، معنى أنت بتختلف على إيه في السياسة؟ على برامج، برامج ثقافية وفكرية واقتصادية. فين الخلاف اللي كان على برامج؟ في مين اللي طرح برامج؟ يعني اوعى تفتكري يعني، ولا طبعا مش أنت يعني، اوعى نفتكر إن المنشط ده اللي بيطلعوه ويعلقوه اللي هو ها ده يبقى برنامج، مش برامج. بس هو كان في صراع بين برامج، ما انا عاوز اعرف كان الصراع على ايه؟ يعني احنا نازلين الناس يا عيني كانت بتختار على اساس ايه؟ طول عمر الوفد كان ينزل يقول، كان يتريقوا عليه زي ما قلت، يقول لك لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه، كان الوفد يقول الاهل الوفديين. فكان المعارضه الراسماليه الارستقراطيه تقول شوف حزب الاوباش يقول لك لو رشح، بالعكس لو رشح على الوفد حاجة ده دليل على منتهى الديمقراطية، انه ماشي على مبادئ الوفد، ما يهموش مين نازل. انت فين البرامج؟ اذا كانت الحكومة كانش عندها برنامج. طب معلش يا دكتور انا اقشف في الجزئية دي، لانه الناس طلعت برامج، احزاب او مستقلين، انا بقول لك فرضا مثلا هل المواطن بينتخب اصلا على اساس برنامج؟ دي نقطة. نقطة تانية، حتى موضوع المال السياسي أو تركيبة البرلمان من مستقلين، عودة الحزب الوطني، الفلوس هي اللي لعبت الدور. طب ما هو أنا اللي جبت الناس دي، المواطن أو الناخب هو اللي اختاره بإرادته ورجع دول، يعني ده إفراز للمواطن. بتكلمي على 12% اللي نزلوا، ما تشوفي بقية 50% اللي كانوا نازلين في الانتخابات اللي ما نزلوش دول، لو إنه في حياة سياسية
كانوا نزلوا واختاروا على أساس سياسي. أنت لما تشوفي أنه قلب مصر هو شبابها كله ما نزلش ما راحش، دول ما مش هتشتريهم برضو بسهولة. اللي نزلوا في التحرير ما حدش هيشتريهم، يعني مش للدرجات، مش هيروح يبيع صوته. إنما اللي عاوز أقوله التجربة الديمقراطية لسه في أولها؟ لا ما فيش في أولها، هي ما هو لازم الأسس بتاعتها تحط مظبوط. يعني إيه تجربة ديمقراطية؟ يعني تتم في غياب نظام قانوني يتيح للأحزاب أنها تلعب دور. في نوع من عدم الرضا عن وجود الأحزاب. يعني أنت برضو لو أنت عاوز تشجع الأحزاب كنت عملت نظام انتخابي مختلف. النظام الانتخابي الموجود وقف يعني حجر أثرى، بس نجحت برضو على المقاعد الفردية الأحزاب، على عكس أنه كان بيتم الترويج أحزاب ضعيفة ملهاش برضو وجود في الشارع. قدرت أنها تكون الأحزاب، ما هو كلهم نجحوا على أساس إيه؟ ما نجحوش على أساس سياسي ولا برامج، أنه دول بيأيدوا الرئيس السيسي وفي حد نزل بيقول أنا مختلف. فانت ما يكفيش انك تقول بايده، هو محتاج لشيء تاني. يعني حتى عشان يقدر يبقى ناجح هو محتاج لحاجه تانيه، مش محتاج على الناس يقولوا. طب الرئيس السيسي لغايه النهارده طلب من الحكومه ان تقدم برنامجها، يعني هو لم يقدم برنامجه بعد. فانت بتأيد الرئيس السيسي قبل ان انت محتاج لما يقدم برنامجه انك تتحاور معاه، الامه كلها يعني ايه يبقى في انفتاح، يبقى في حوار. لان انت مهما كان البرنامج، زي ما قلت لي البرنامج إما كانش يعقل بحوار هياخد صف ربما لا يكون، ياخد جانب زي ما بيقولوا، ما يكونش ده المطلوب في هذه المرحلة. يعني اللي ماشي لغاية النهاردة بقى ما قلت تنمية على حساب الفقراء، مش ممكن ده يستمر، مش ممكن، مش ممكن. الناس وصلت إلى حالة من يعني التعب، الإجهاد خطير جدا. ده بقول المرة فاتت برضو كنت مع أحد الزملاء في على في إحدى القنوات وقلت محتاج لانفراج. يعني إيه؟ محتاج الناس يبقى مؤمنة إنه الآفاق فتحت عشان يستحملوا. ما عشان تستحمل لازم يبقى في أمل. اوعي نفتكر إن مصر هتجيب نتائج تغطي كل فئات المجتمع في العشر سنين الجايين، مش ممكن. ما عندناش البنية اللي نبني عليها عشان نقضي على الفقر بسرعة. طيب. ما احناش الهند شوف الهند فيها فقر رهيب، والصين فيها 700 مليون، انما بنوا البنية التكنولوجية والانتاجية. مصنع العالم هو الصين، البنية التكنولوجية الهند، بحيث انه من السهولة جدا انهم يبنوا عليها ويبقى عندهم امل كبير في القضاء على الفقر، او انه يحولوه من بؤس إلى فقر عادي، يعني إلى دخل بسيط، إلى دخل قليل، إنما مش بالبؤس اللي كان موجود زمان. فأنت ما عندكش البنية دي، أنت مشوار الألف ميل ما مشيناش الخطوة الأولى فيه. دكتور حسام، ممكن اللي يسمع حضرتك دلوقتي يقول ما دكتور حسام عيسى كان في موقع المسؤولية، كان نائب رئيس وزراء، تولى مناصب عدة، هل الكلام بيختلف لما بيكون الواحد قاعد على الكرسي ولما بيخرج بينتقد فقط؟ يعني ما هي كانت المشاكل والوضع البلد كان يعني نفس الحكايه، فبتبقى الرؤيه مختلفه. لا. او بطلع عارض بس لما اكون بره؟ لا، ما انا مش بعارض، انا مش بعارض، انا بفتح الافاق. مين انا بعارض؟ انا بقول ان انا الرئيس السيسي في هذه المرحله وطالما في صراع ضد الارهاب فهو افضل الناس في هذا المكان. لا، مش مع ذلك احنا ما ننتقدوش. يا ستي انا انتقدت الاوضاع القائمه، ولما كان فيه حاجات مش عجباني انت رفضتها. يعني لما قالوا حرس الجامعه لازم وهاجموني، تعرف الطبيعات كلها شتموني شتيمه قبيحه، ده اللي مضيع الدنيا. قلت مش هيرجع ولا على جثتي لسبب بسيط. قعدت 40 سنه اناضل لخروج حرس الجامعه، اجي اما اعمل وزير اغير اهديها يخالف الكلام اللي انت بتقوليه. لما جيت وزير ما غيرتش، كانت الضغوط عليا. وبعدين انا جبت وزير الداخليه يوم طلعنا نطلع سوا، على لما كنت بطلع ساعات ارد على تساؤلات الصحفيين بعد انتهاء مجلس الوزراء. الدكتور حازم ما كانش بيحب يطلع كتير، كنت بطلع انا. فجيت وزير قلت له اطلع معايا. وقلت قدامه ان حرس الجامعه لا يستطيع ان يفعل شيئا فيما يجري في الجامعه، ده الضابط وثلاث عساكر في كل كليه، اعملوا ايه دول؟ ما هو ده حرس الجامعه. هعمل ايه ده؟ قلت له ما يقدرش ولا يعمل حاجه. كل ما هنالك ان انا اخسر الناس اللي انا لازم اجيبهم في صفنا في المعركه ضد الاخوان. هخسر الطلبه وهخسر الاساتذه. هيقول لك ايه الراجل ده اللي بقى له 40 سنه يقول حرس الجامعه، اول ما يجي يجيبه
قلت على جوز، قلت له في مجلس الوزراء والله ما عندي مشكله هاتوه، بس انا قولوا لي قبل حد باستقالتي وهاتوا اللي يجيبه. طيب ارجع للبرلمان. فيعني بقول لك على دي، لا لا مش بس كده، انا بعد اسبوع واحد في الوزاره طلعت على احدى الفضائيات، اظن كانت الاون تي في، وقلت الفساد يضرب في كل سنتيمتر مربع من الوزاره بتاعتي، والمعركه ضده معركه بالغه الصعوبه. كنت بضرب، وعشان كده الهجوم جه عليا من كل ناحيه، لان دي عصابات ومرتبطه ارتباط بالغ القوه ببعضها، انما الفساد كان مرعب. انا حولت كل ما استطيع من ناس نهبوا اموال البلد الى النيابه في الفتره القصيره جدا الاولى، من في اول 3 اشهر كنت محاول ناس كتير من قيادات جامعيه سابقه. طب ودلوقتي رايك في اداء الحكومه والتعامل مع ملفات الفساد والمفترض انها اولويه للنظام حاليا؟ انا مش شايف، يعني اسمعي، يعني ايه الحرب على الفساد؟ يعني ما تيجي تقول لي انك هتقود حرب على الفساد في ظل هذا البرلمان اللي جاي باكبر عمليه فساد في التاريخ، مش ممكن، حدش هيصدق. صدق ايه؟ دول هيدعموا حرب حقيقيه ضد الفساد؟ الراجل اللي كان بيدفع لكل واحد من حب مصر 300,000 جنيه ده عاوز حرب ضد الفساد؟ ما حرب الفساد لازم تطوله او تطاله، مش كده؟ مش ممكن، ما ينفعش، ما ينفعش. الكلام ده ما يهزش ثقه المواطن في البرلمان؟ والله اذا كانت طريقه انه ما تهزش احنا نكذب على المواطن نعملها بقى، يعني نشوف اداؤه، نشوف الناس هتعمل ايه، في معارضه، يعني في إيه اصوات قويه، في يعني إيه نخبه موجوده، ما فيش حاجه اسمها اداء. اداء يعني ايه؟ انت جاي، انت جاي لا على اساس اختيارات واضحه لنا ولا على اساس برامج، والحاجه الوحيده اللي واضحه لنا انك اشتريت الاصوات. ما حدش بيشتري اصوات عشان عاوز يخدم مصر، ما حصلتش في التاريخ. اللي بيشتري عاوز مقابل، فازاي تقولي ان ده هيبقى ليه اداء؟ الاداء ممكن اللي ننتظره من الدوله، يعني من الحكومه على اساس الحكومه ما خضعتش لهذا القدر من الفساد او لهذا الفساد عموما، بشرط انها تكون طبعا حكومه اكفاء وقادرين على ممارسه ده، وانها تعمل بطريقه سياسيه. قول لي يا دكتور، دلوقتي طبعا يعني احنا منتظرين تعيينات السيد الرئيس يعني بعض الاسماء طبعا المفترض انها تكون موجوده في البرلمان عشان تكتمل التركيبه. ما فكرتش انه والله ممكن اكون انا، او يا ريت اكون انا موجود في مجموعه التعيينات دي لاصلاح الحال، يعني اذا كان حتى في بعض الانتقادات للمجلس فننقذ ما يمكن انقاذ، يكون في اصوات معارضه او ليها وجهه نظر مختلفه. اسمع اقول لك حاجه، اوعى حد يتصور ان هو يعني اللي القدر يعني مخليه كده عشان يروح ينقذ في وسط جحيم من الفساد. ده كلام مضحك، يعني ما مش بين كلام مضحك، يعني كلام ما يوديش ولا يجيب. القضيه مش دي هنا، القضيه هي أكبر دليل على إن هذا البرلمان برلمان الناس مش بس الناس، الدولة بتنظر له على إنه ما ينفعش، إنها بتدور له على رئيس من بره. ده أكبر دليل، يعني ما فيش حد في الداخل الحالي يستطيع إن هو يبقى له، مش ده يبقى الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية، ما هو رئيس البرلمان، إنه يبقى اللي يقعد لما السيسي يسافر مثلا هو يبقى الشخصيه الثانيه، لو السيسي استقال ده هو اللي يقوم في المرحله. قبل كده وعيننا برضو رئيس للبرلمان. انا مش بقول حاجه، لا 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 لا، معلش معلش، المره دي البحث دؤوب عن رئيس، عن رئيس، يعني انت بتعين عشان رئيس، انما انت طب ايه راي حضرتك في طرح اسم المستشار عدلي منصور؟ هذا رجل عظيم ورائع وشخصيه، يعني احنا حبينا رئاسه، يعني هو ادى المنصب بعد السنوات مباركة، جه ادى المنصب الرئاسه الحقيقه احترام وهيبه، وراجل جميل بكل معنى الكلمه، وانا مستخسره انه يروح هذا البرلمان. مستخسره؟ قوي قوي قوي، يعني هو اكبر من هذا البرلمان بكثير. انما نعمل ايه في البرلمان هو موجود؟ احسن هو احسن طبعا وجه، يعني يدي يشرف المنصب، يشرف المكان، يعني يشرف المكان لو جه، طبعا انا بضحك يعني، يبقى شيء جميل، لانه انما يعني انا مش عاوز هذا البرلمان يمس هيبته باي شكل من الاشكال. انت متشائم قوي يا دكتور، يعني حاسه بحاله كده؟ لا، البرلمان ده صدمني صدمه قاتله، لانه
بس البرلمان ولا عموم المشهد كله ولا؟ لا المشهد كله وحش بس البرلمان سيء جدا. يعني المشهد طبعا في طب ايه الحاجة الحلوة اللي شايفها فيه حتى؟ المشهد فيه حاجات إيجابية. الحرب ضد الإرهاب مش عاوزة جدال إن احنا قطعنا شوط كبير فيها. سيبك من العمليات الفردية اللي بتتم. سينا تقريبا نقدر نقول بوضوح إنه لم يعد لهم وجود، يعني ما عد لهمش مستقبل فيها. وده إنجاز هائل للجيش المصري وللدولة الحالية. وده مش قليل أبدا، لأن احنا كنا في مرحلة خايفين على الدولة. طب أمال في المقابل بقى شايف إزاي اللي يقول لك 25 يناير تانية وكلام ده؟ لا هذا عبث، يعني عبث كبير جدا. يعني اللي عاوز أقوله إنه الخوف في مرحلة أطول من كده إنه النظام يفقد شعبيته، ولما يفقد شعبيته أي شيء ممكن. إنما حتى الآن أنا بعتقد إن هو يعني عاوز أقول لك الناس ما كانتش بتنتخب الأفراد، كانوا أنا مثلا واحدة ست في نادي الجزيرة بتقول لي أنا مش هنتخب أي حد إلا إذا كان في حب مصر يقول عليه. ليه يا ستي؟ ليه؟ بقول لها، قالت لي عشان هما دول بتوع السيسي. فالناس كانت بتنتخب السيسي اللي انتخبوا بحرية يعني. كانوا بينتخبوا السيسي. مش البرلمان اطلاقا خالص خالص يعني. في طبعا الحته اللي فيها عزوه وبتاع بيبقى فيها الجانب الشخصي، انما في النهايه ده الموجود. المشكله انه اذا بقيت السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والحرب ضد الارهاب وكله كله كله يعني احياء البلد ما تمش وبسرعه بما فيها الاحياء السياسي له، وده هيجي عن طريق انك تفتح الابواب كلها، تفتح الابواب امام زي ما قلنا الحوار، امام المناقشات. ان ما فيش حاجه تيجي من اعلى كده وفجاه نلاقي اعلان عن، يعني مثلا انا اديت نموذج يعني مشروع القاهره الجديده مختلف عليه جدا جدا، لابد ان يطرح لمناقشه عاليه. ما اسمعش انه خلاص تم التنفيذ وانه خلاص هنبدا فيه، مش معقول. ده هيتحط فيه مليارات ومليارات، وفي اراء قويه جدا انه مش مجدي في هذه المحاره، في مشروعات اكثر يعني اكثر جدوى واكثر اهميه، زي احياء الصناعه المصريه، زي انقاذ المصانع المغلقه الى اخره واخره. يعني ايه حكايه بتاع الجديد دي؟ كان يتفتح الحوار حول الضبعه. يعني الناس كلها متصوره الضبعه يعني مصر هتبقى دوله عندها قنابل ذريه وقويه جدا وبتاع، مش دي القضيه. بس هل كل حاجه يعني لازم يكون في حوار مجتمعي بخصوصها، ولا الرئاسه بمجلس الوزراء بالخبراء بالفنيين اللي موجودين معاهم هم دول اللي يعني شايفين الوضع وبياخدوا القرار، ولا لازم ينزل الكلام ده للمستويات الثانيه؟ لا يعني انا هقول لك في الناس كثير من المثقفين، كثير من السياسيين، من الطبقه السياسيه شايفين انه في قفله، انه المجتمع مغلق سياسيا. الفتحة هنا مهمة عشان فتح، عشان تفتح. بغض النظر عن جدواها مش جدواها، هي مجدية جدا، عن وجود بديل لها زي ما تقول، بس البديل لها كان البرلمان. البرلمان ده لا يصلح. يعني هو الحوار بيتم حول هذه المشروعات دي فين؟ في البرلمان. طب غير البرلمان، تمام اتكلمنا عنه بما فيه كفاية، حركة المحافظين الجديدة ايه رأيك فيها يا دكتور؟ أنا برضو يعني بقول إيه، إنه احنا فاكرين، انا يعني ذاكرتي يمكن مش دقيقه قوي، انما انا فاكر لما تعينوا المحافظين دول اخذت اخذ ورد كبير بين الوزاره ورئاسه الجمهوريه، وكان يكتب يقولوا انها رجعت الرئيس السيسي رجعها لوزاره محلب، مش كده؟ صحيح، لاختيارات افضل. تمام، يعني هذا معناه ان الحكومه او اللي بيقدموا للرئيس الاسماء في النهايه ادوا له، إذا كان رجعها ثلاثة أربعة يبقى في النهاية جات له أسماء برضه مش هي اللي إيه الصالحة. أليس هذا يدعو للتساؤل؟ يعني إنه في يعني في شيء غلط، في شيء غلط، لأنه أنت طب معلش في نقطة جدلية، 10 11 في نقطة جدلية قبل ما نقفل، لأن الحركة 11 محافظ 10 منهم لواءات شرطة وجيش، مع ولا ضد ده؟ لأن في مثلا اللي بيرحب يقول لك احنا محتاجين للانضباط يعني توقيتات محددة، ودي سمات موجودة في الشخصية العسكرية أكثر من المدنية. شوفي أنا عمري في حياتي ما دخلت في قضية المدني والعسكري. أنت عسكري ولا مدني؟ اللي يحكمني أداء
مش بس الاول لو كنت رئيس جمهوريه مشروعك ايه؟ تمام. كل حكمونا كانوا عسكريين. كان في ناس منهم، كان في جمال عبد الناصر، وانا بعتبره من انبل واشرف واطهر الحكام اللي جم في تاريخ مصر. كان عنده مشروع جبار لمصر، ما زلنا، وأسئلة التي طرحها ما زالت اسئلتنا حتى اليوم، هي الاسئله المطروحه. لسه النهارده بنتكلم على مصر والعروبه وبتاع، يعني ايه انها يبقى لها مجالها الحيوي وتقوى. هو ده مشروع مصر على المجال الداخلي الخارجي، على الانتشار في دول العالم الثالث، على القياده في دول العالم الثالث. هو ده مشروع مصر في الداخل، العدل الاجتماعي مع البناء. هو ده مشروع، هو ده اللي احنا محتاجينه. الاحزاب النصريه فين؟ لا ضعيفه جدا الاحزاب المصريه، خد بالك عبد الناصر كان ظاهره فريده. حضرتك قلت لي في اتجاهات وايديولوجيات عده موجوده في البلد، ليه هي ما هياش بالقوه؟ لا هقول لك، المصريه موجوده على مستوى الشارع، مش موجوده على مستوى الطبقه السياسيه، على الاحزاب خالص. يعني خد بالك عبد الناصر عاش من غير حزب، عاش في علاقه مباشره مع الناس، زي ما كتب اسحاق ديتشر لما مات عبد الناصر، قال لك، ده مؤرخ كبير جدا انجليزي وكتب وبتاع تاريخ حضارات، فقال هذا الرجل على الجنازه بتاعته، قال الشعب أبى إلا أن يموت عبد الناصر كما عاش في أحضانه. كانت علاقة مباشرة من جماعة. وذلك يوم ما مات عبد الناصر كان خلاص بقى حيقولوا خايفين من إيه؟ مشهد الخروج المصري يوم جنازة، ثلاث أيام قبل الجنازة وبعدين يوم الجنازة، لا يعقله عقل. اللي بيشبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شعبيته وفي أدائه بالرئيس عبد الناصر، رأيك إيه؟ الرئيس السيسي فيه من عبد الناصر طبعا انه راجل طاهر اليد، مهمه جدا دي، جدا ملوش في لعبه الفساد، انما ممكن الفساد الموجود يعني ياثر على ايه؟ على شعبيته وعلى صورته عند الناس، انما هو بالتاكيد راجل طاهر اليد. ده مهمه جدا جدا في التاريخ المصري. المصريين يعني انا بعتقد ان جزء من شعبيه عن مصر الهائله ان الراجل ملوش في مساله الفلوس دي خالص، والناس بتستشعر الصدق وتستشعر طهارة اليد أما حكاية عسكري ومدني، أنا يهمني مش ده المقياس خالص. دكتور حسام، كان عندنا عسكريين على أعلى مستوى زي جمال عبد الناصر، وكان عندنا عسكريين زي مبارك، ما فيش حاجة اسمها عسكري ومدني، وكان عندنا بشوات العصر خالص في نهايته قبل 52 كانوا يعني بيطلعوا من مجلس الوزراء يبلغوا المعتمد السفير البريطاني إيه اللي دار في الجلسة. كان عندنا مواضيع وملفات كتيرة، حاولنا بقدر الإمكان يعني نفتحها للنقاش مع حضرتك ونستفيد ونسمع قراءتك ورؤيتك ليها. شكرا جزيلا على وجودك وعلى وقتك دكتور حسام عيسى، بشكرك حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. أشكركم، بكرة يوم جديد في الحياة اليوم، أشوفكم على كل خير إن شاء الله يا رب.